المسافر إذا أدرك من صلاة الجمعة أقل من ركعة هل يتمها ركعتين أم يصلي أربعا؟ الجواب: المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة. فإذا أدرك من الجمعة، يعني واحد مسافر جاء صلاة الجمعة في البلد، دخل البلد وهو مسافر مارا مجتازا ناويا أن يمكث في البلد يوم يومين ثلاثة، ذهب للجمعة مسافر من الفندق إلى صلاة الجمعة، دلوني على المسجد، إلى أن وصل وجدهم في التشهد الأخير. الآن يصلي أربعا أم اثنتين؟ قلنا أن الراجح أن الجمعة فاتته وأنه سيصلي ظهرا، لكن هو مخاطب بركعتين فقط بالظهر، هذا ما يجب عليه. قال الشيخ ابن عثيمين: المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر بحقه مقصورة ركعتان، فليصلي ركعتين فقط لأنه غير مقيم بل هو مسافر. أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة وتكون له جمعة. نعم، إذن هذا يصلح، يعني واحد يسأله في مسابقة بعد ما يقرر لهم أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فإنه يصلي أربعا الظهر، يقول: رجل أدرك الإمام في التشهد وأجزأه ركعتان، فمن هو؟ الجواب: مسافر جاء الجمعة فلم يدركها فصلى ظهرا مقصوراً.